وقبل متم الشهر الحالي كل أصحاب العربات مدعوون لأداء الضريبة السنوية على السيارات للعام الجديد وما يعرف بالفينيت المستجد هذه السنة. إعفاء السيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات لكن وفق شروط نستعرضها في الروبورتاج التالي لحمزة آية مسعود بعدسة إبراهيم حبوب. أصحاب العربات بمختلف الأنواع وخلال شهر يناير على موعد مع أداء الضريبة السنوية على السيارات لعام 2023، ومالكو العربات يطرحون التساؤلات بشأن جديد الضريبة هذا العام. مازال ما خلصش لافينيت، ولكن إن شاء الله قلنا نخلصوا، ولكن قالوا دابا سمعنا شي أخبار كاينة، قالوا كاين شي إعفاء ديال الطوموبيل اللي عندك قل فوق 10 سنين ما تخلصش الضريبة. هادشي اللي سمعنا، ولكن مازال ما كاين ولا الساعة. غير هو هادشي الإعفاء اللي دايرين ديال 10 سنين سمعته كاين غير في صفحة ديال الفيسبوك، ولكن باش التطبيق ديالها وكيفاش غادي يطبقوها، واش كاع السيارات ولا غير شي سيارة عتيقة تكون فيها 10 سنين ممكن. جديد الضريبة هذا العام حول إعفاء يخص السيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات، إعفاء له شروط خاصة تتعلق بهذه الفئة من العربات. بالنسبة للسيارات اللي فايتة 10 سنين أنها ما تخلص الضريبة على السيارة لافينييت، وما تخلص الدعائر، وما تخلص يعني البيناليتي اللي عليها، ولكن بشروط. كاين جوج شروط. الشرط الأول هو أن صاحب هذه السيارة خص يخلص هذه لافينييت خلال سنة 2023 ويخلص السنة ديال 22، يعني كيخلص سنة واحدة. والشرط الثاني اللي مهم هو أن هذه السيارة هذا الإنسان هذا كيدير واحد الالتزام ان هذه السياره ما بقاش تسيركولي وما بقاش تحرك في الشوارع ديال المغرب. الى غايه 31 من الشهر الحالي اداء الضريبه السنويه على السيارات سيبقى مفتوحا في وجه الملاك وفق الاسعار المحدده لكل صنف من السيارات حسب المديريه العامه للضرائب.